البيم اللي عندي اسمه اي بي، تحت تأثير قوة 4 كيلو نيوتن، مرتكز على دعامة مفصلية عند الايه ودعامة دحرجية عند البي مايلة بزاوية 30. عايز يجيب ردود الأفعال عند الدعامات. نبدأ نحط القوة اللي بتأثر عند الدعامة. يبقى عندي هنا اكس، وعندي اي واي. هنا هيبقى في مركبة رد فعل عمودية اسمها ار بي. ار بي ده نقدر نحللها لمركبتين، مركبة أفقية ومركبة رأسية. تمام. طيب بالنسبة للزاوية، هو عمودي على مستوى مائل بزاوية 30، يبقى رد الفعل ده عمودي على الرأس بنفس الزاوية اللي هي 30. يبقى هنا ار بي ساين 30، وهنا ار بي كوساين 30. سولوشن، طبق شروط الالتزام. سوميشن قوة في اتجاه الاكس بيساوي صفر، قوة في اتجاه الاكس عندك اي اكس ناقص ار بي ساين 30 يساوي صفر، يعني اي اكس بتساوي ار بي ساين 30. سوميشن قوة في اتجاه الواي بيساوي صفر، قوة في اتجاه الواي اي واي زائد ار بي كوزين 30 ناقص 4 بيساوي صفر. المعادلة التانية، سوميشن مومنت حوالين نقطة اي بيساوي صفر، يبقى ده عزمه بصفر وده كمان عزمه بصفر، والمركبة ار بي ساين 30 عزمها بصفر، يبقى لي سالب 4 في 6 زائد ار بي كوزين 30، المسافة كلها اللي هي كام؟ تمام، بيساوي صفر. هنا اطلع قيمة الار بي. طلع الار بي تساوي 3.46 كيلو نيوتن. خد الار بي عوض بقى هنا، طلع قيمة الاي واي، يطلع الاي واي بيساوي 1 كيلو نيوتن. خد الار بي عوض بقى هنا، يطلع معاك الاي اكس بتساوي